الشيخ وجدي غني والعسكر، برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر، فتابعونا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الشيخ وجدي غني والعسكر. في هذه الحلقة نتناول مذبحة رابعة التي قتل فيها عسكر الصليب آلاف من المسلمين والمسلمات لأنهم دافعوا عن الإسلام والمسلمين. أهلا بحضرتك دكتور. يا ألف مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. حضرتك دكتور شيخ الدبنيم، يعني بداية حكم الضباط والعساكر الذين شاركوا في ذبح المسلمين في رابعة، وحكم ونجعل حكم من هلل لهم أو غنى لهم أو ما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. بداية طبعا نرحب بإخواني المشاهدين أخوات المشاهدات، حياكم الله جميعا، وكل الشكر لله تبارك وتعالى، ثم لأخي الحبيب الأستاذ صابر على هذه الحلقات. نحن لسنا في ذكرى، فإن الذكرى عكس النسيان. أنت ما تقول يعني أنا نسيت فأنا بفكرك، إن كنت ناسي أفكرك. الذكرى عكس النسيان، وإحنا لم ننسى شهدائنا ولم ننسى أهلينا وشبابنا، خيرة شبابنا اللي كانوا في ربعة العدوية. ومجزرة ربعة ما هياش الأساسية، لا، دي سبقها مجازر، بس هي كانت النهاية بها. يعني هم ختموا بربعة، قعدوا جربوا الأول في الحرس الجمهوري، جربوا كده في الإيه، فيعني المنصة بتاع كده، يعني بحيث إيه رد الفعل. ولما تأكدوا إن ربعة العدوية ما فيهاش سلاح، وطلع المرشد ربنا يفك حبسه وقال سلميتنا أقوى من الرصاص، ويعني يديني فرصة بعلق عليها الكلمة دي دلوقتي يعني بالمناسبة، يعني فقال له خلاص نستفرد بيهم بقى، نذبح بقى، يلا واحد معهوش سلاح وبتاع ومستسلم تماما. يعني الذبح يا دكتور كان سببه، يعني لما العسكر وجدوا ان السلمي اعزل بالظبط طمعوا فيه بالظبط، وهم جربوا. لو دكتور لو المسلمون كانوا مسلحون كان العسكر يطمعون فيهم ام لا؟ هو لو كان المسلمون مسلحين ما كانوش يروحوا رابعه بقى، ما كانش حصل الاطلاق اصلا. يعني ايه اللي موديك رابعه؟ أيوة. انت مسلح زي هنا بالظبط اهو، يا انا يا انت، اشتباك حتى الموت. احنا عملنا خمس استحقاقات، جم العسكر بالدبابه قال لك يلا. اظن كلمتك الجميله دي اللي انت بتقول ان احنا رضينا بالصناديق، الشيخ محمد الصغير، الشيخ محمد الصغير يقول رضينا بصناديق الانتخابات، وهم قلبوها صناديق ذخيره. فما ينفعش، دول قتله ودول سفاكين دماء ودول افسدوا في الارض، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لسه في آخرة، فمنتهى الوضوح عشان الكلام يبقى واضح. طبعا اللي بيتكلم النهاردة واللي عمال يقولك خد دية واللي عمال يقولك نصطف واللي يا سيدي معلش، ما توجعش في حد عنده، هات لي واحد من دول كده ابنه مات ولا بنته ماتت قدامه يقول الكلام ده، حد من دول بيقول كده؟ لا لا، ده في أخت اهي اللي بامتها استشهدت يا ربي يتقبلها وارتقت، قالت والله لن نسامحكم إلا إذا خدت حق بنتي، يعني هاخد حق بنتي، فيش حاجة اسمها اصطفاف وإن معلش ونهبل والعبط اللي قاعدين يقولوه ده. إذن هذا قتل عمد لمسلمين عزل أبرياء. يا شيخ صابر دول خيرة شبابنا والله، امبارح اخوة بيقولوا احنا في غم لا تتخيله وفي بكاء، انا بكيت والله يعني من كتر الذكرى، مش يعني ما تتذكر كده تتخيل كده شبابنا يا ناس، شبابنا. وبعدين احنا واقفين في ربعة، كانوا واقفين في ربعة ليه؟ يعني عايزين يرجعوا الحق الى اصحابه. طيب انت راجل مجرم سافل كافر خاين، ومش عاجبك كمان انا طالع بقول يا خاين يا مجرم، ومسلط عليا المجرمين بتوعك القضاء مجرد بس نطلع في مظاهرة بعشرات السنين. فإذا هؤلاء المجرمون أنا بقول أهو كفرونا، العسكر كفرونا واتبعوا معانا كل فقه التكفير اللي بيقول لك واجد غنم بيكفر، دول كفروا. بص أنا هقول لك على القرآن، القرآن سورة الشعراء عشان تعرف والله إن القرآن ده غض طري كأنه بينزل دلوقتي أهو. سورة الشعراء، فرعون الملعون ده هو فرعون ربنا ذكره
29 مرة في 72 سورة ليه؟ ليه؟ عشان يقول لنا ان ده فرعون في كل زمان وكل مكان. فرعون ربنا يقول عليه ايه؟ يذبح ابنائهم. 29 سورة في 74 مرة، يعني 74 مرة في 29 سورة يذبح ابنائهم، يذبح ابنائهم، مش ده قرآن يا ناس؟ ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. سورة القصص. يبقى يذبح ايه؟ ابنائه. واحد بيدبح العيال، يجي كده على مراتك، لا قدر الله مراتك حامل، ولدت، وريني الولد، اكشف عليه، ده ولد قدام ابوه امه. العساكر معهم المشافر اللي هي المواس دي، يذبحوا بيها الولد على طول. يبقى فرعون بيقتل. بص فرعون، بص فرعون بيقول لسيدنا موسى ايه في سورة الشعراء؟ ألم نربك فينا وليدا؟ طب ماشي. ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. حصل ولا ما حصلش؟ وانت من الكافرين. ايوه، انت موت الفرعوني ولا ما موتوش؟ ايوه سيدنا موسى. فرعون كان يكفر سيدنا موسى؟ لا، انا هقول لك كافرون يقصد بها ايه. لكن هو دلوقتي ايه القصه دي؟ ان فاستغاثه الذي هو من شيعتي على الذي من عدوه، سيدنا موسى في سوره القصص، فوكزه موسى. موسى ضرب الايه؟ الفرعوني، فقضى عليه. الله، ده مات يعني، مش متعمد. ربي إني ظلمت، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يوم فرعون بيفكروا به، بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت، أنت فاكر أنت عملت إيه؟ أنت مش مموت فرعوني؟ فرعوني يا مجرم، ده أنت قاتل الشعب وجاي تحاسبني على واحد. بص يا إخوة صبر، شفت دي إزاي؟ أنت قاتل وجدي غنين بيكفر، ده أنتم كفرنا كلنا، وتجايين على واحد تقول وفعلت فعلتك التي فعلت لما قتل الفرعون وانت من الكافرين. يعني كافرين يعني انت كافر بينا، كنت انا عامل نفسي اله فانت بتعبدني، او فعلتك دي فعله كفر انك انت تقتل واحد. طب انت يا مجرم بتحاسب على واحد وانت موت ايه؟ موت كله. فدي دي مشكله النهارده دول قتلوا سفاكين دماء، لابد ولازم وضروري وحتما نقتص منهم، بس نختص منه بقى، خلي بالك عشان طلع لنا بقى شويه مشايخ عمم على رمم رخر. انا كنت بقول عمم على رمم مرؤوس على توس، والله العظيم دقون عره طالعين دقون بقى يا سيدي، وتقول لك ايه؟ طب ما اصل بقى الحل ايه؟ انا اللي بيقول لي الحل ايه بقول له طب قول لي انت الحل ايه في فلسطين المحتله وفي المسجد الاقصى؟ نقبل الديه يا دكتور؟ قول لي يعني نقبل الديه، يعني نروح عند اليهود يدونا ديه اللي قتلون في حماس، ماشي؟ يعني قول لي بس الاول، يعني موضوع فلسطين ده داخل على 70 سنه. طب انت داخل على 3 سنين، انت بقالك 3 سنين. بس يا دكتور يعني اسمح لي، الجيش الاسرائيلي وقد ذبح كثير من المسلمين في 1948 وما قبلها وما بعدها. فهل لو الجيش الاسرائيلي، يعني المنافق محمد حسان طلع وقال في دوله في الخليج ممكن تدفع الديه للمسلمين الذين قتلوهم العسكر الاسرائيلي في رابعه، النهارده لو في امريكا ولا سويسرا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا دوله خليجيه طلعت وقالت انا هدفع الديه عن كل من قتلهم الجيش الاسرائيلي من المسلمين في فلسطين ونتصالح، يا سلام وخلاص يعني كده يعني. طيب هنسال سؤال، هو انت ابنك دخل الجيش مثلا، يعني هفترض ان ابنك دخل، ابنك بقى اللي صرفت عليه وربيته وعلمته ومراتك حملت فيه 9 شهور ورضعته سنتين وقومكم من عز الليل عشان ابنك دخل الجيش، ها انت مدخله عشان تاخد فيه 100 جمل؟ تاخد 100 جمل وتجيب ابنك؟ ايه مولانا الكلام ده؟ ايه الهبل والعبط والهطل ده؟ ثم السؤال الخطير، ينفع بس الدكتور؟ لا ما ينفعش طبعا. لا ما ينفعش يا حبيبي، انت قاتلني، انت عدوي، قاتلني، انت مكفرني وقاتلني. الديه دي امتى؟ يقول الله تبارك وتعالى في سوره النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا، ها خطا، فتحرير رقبه مسلمه وديه مسلمه الى اهله. الايه ده؟ الخطا. خطا يعني ايه؟ يعني انا بعمل بايدي كده، جت فيك ماشي بالعربيه والله وسيب مش واخد بالك، انت مره واحده رحت دايس خبطتك، ده خطا. لكن ده انا عمر الرشاش خش عليهم اضرب تك 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 تك، طب اللي بيقول تك 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 ده موت كم واحد بكم طلقه دي؟ ده تقول لي تيجي تاخد منه وحط مؤاخذه بقى، كل حط ده على كل جنب. هل العسكر قالوا لك يا دقن يا منافق روح اعمل كده؟ والله ما محترمينك ولا عبروك، دول اهنوك واحتقروك، مش دول اللي قالوا، مش ده اللي كان بيقول انا العسكر قالوا لي لن نهجم على ربعه ولو لن نهجم على ربعه ولن نفض ربعه بالبهاء، ووعدوني عشان ده طرطور قاعدين يقولوا له تعالى روحوا تعالوا. هل العسكر
قال لأي واحد سواء هو أو غيره احنا عايزين نتصالح، طب ما تعملوا لنا بس حاجة كده يعني عشان طب احنا مستعدين ندفع، في دولة مستعدة تدفع. هل العسكر عملوا كده؟ لا، كل واحد عمال يتنطط من جانب، اصطفاف، التفاف، انبطاح، انفساخ. ده من نفسهم ولا العسكر؟ والله ولا العسكر معبر حد، العسكر معبر حد، العسكر مش معبر حد، هم كل واحد. وانا بقول لك اهو، هات لي واحد من اللي بيقولوا الالتفاف الاصطفاف الالتفاف موجوع في ابنه ولا في ابوه ولا في بنته. لا، ما انا بقولها لك بمنتهى الوضوح اهو. واللي بيقولوا طب وبعدين، قولوا لنا انتوا وبعدين في موضوع فلسطين. قول لي فلسطين 70 سنة داخلين على 70 سنة، ما كنا نقول بقى لليهود بقى ما خلاص بقى معلش يا عم بقى، طب تعالوا يهود والمبادره العربيه 2002 وبتقول لك مش نرجع لحدود 67. يا مولانا يا دكتور، البعض قال انه هدف اعاده الرئيس الشرعي محمد مرسي او الشرعيه اللي هو الشعب المصري يحكم نفسه ويختار رئيسه، لان امريكا مش هتوافق اصلا ان انت تختار رئيسك. وامريكا دي يعني اذا قالت لشيء يكون فيكون، يعني ايه امريكا دي؟ بتبيع ايه امريكا يعني؟ بس يا دكتور فبقول لك ده هدف غير واقعي ان انت ترجع الشرعيه. يا سلام، غير واقعي. وتحرير فلسطين هدف غير واقعي. يا سلام، فلماذا لا نتنازل عن تحرير فلسطين ونسيبها لاسرائيل وخلاص ونتنازل عن الشرعيه وخلاص طالما الاهداف غير واقعيه؟ طيب ما هو اذا كان دي يعني الاساس بقى في كل اللي انت بتقوله ده دينك. أيوه. اللي هو الاسلام. طب ما تتنازل عن الاسلام بقى وتدق صليب احسن لك، مش امريكا هي كل حاجه دلوقتي؟ دق صليب بقى وسمي نفسك جرجس حنا فانوس فلتس حيين برليف. اما هو خلاص بقى، اصل بص هتروح فين؟ مش هينفع بقى، وانت بقى يعني الدين ده ورانا ورانا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سوره البقره. فخليك معاهم وخليك حلو، خليك حلو بقى. ما ينفعش الكلام ده، اللي يقول الكلام ده انسان والعياذ بالله منبطح، انسان مهزوم داخليا، انسان مش عارف اقول لك الفاظ. في عقيدة تقول كده؟ في عقيدة تقول لك ان انا بتنازل عن يعني المسجد الاقصى مولانا اتنازل عنه مثلا؟ يعني الشرعية بتاعت الاخ مرسي دي اكتسبها منين؟ اكتسبها من الناس، هي مش شخصية الاخ مرسي بس كالاخ مرسي، لا، ان احنا اخترنا. حتى اللي بيقول ايه طب ما انتهت مدته، طب افرض مات، نقول له معلش احنا برضو اللي نختار تاني، انت يا عسكر ما تفرضش. بص يا اخ، مش هتوافق يا دكتور؟ ان شاء الله موافقه. ايه امريكا دي؟ امريكا مش هتوافق ان شاء الله. موافقه ان شاء الله، موافقه امريكا. امريكا لا قيمه لها، امريكا تخليها هناك، خلي امريكا هناك عندهم. مموتين امبارح اخ شيخ في نيويورك، مموتين طلع هو مسجد هو معاه واحد تاني ضربوه بالنار. وترامب بيقول لك اهو مفيش حاجه اسمها اسلام في امريكا وكله هيطلع شغل. بص يا مولانا، شغل على بياض، شغل الناس بتتكلم بمنتهى الوضوح، احنا الوحيدين اللي مش واضحين. انا هقول لحضرتك على حاجه عملها الاخ اردوغان هنا، وسبحانك يا ربي احنا كنا غايبين عنها فين دي يا شيخ صالح؟ صحيح والله العظيم كنا غايبين عنها فين دي. ما بقول لك بقى، موضوع تركيا ده هيفتح مجالات. اصدر الرئيس اردوغان قرار بان جميع الوحدات العسكريه في كيا تركيا جوه البلد تطلع على الحدود، لا تواجد اطلاقا لاي جندي جوه البلد، فيش دبابه جوه البلد. بصراحه كلامه صح، صحيح. طب ما تيجي نسال نفسنا كده، العساكر جوه البلد بيعملوا ايه؟ الهايك ستيب بينزلوا لا بيعملوا ايه؟ يجي تحرك اللواء مش عارف السادس، اللواء الرابع عشر، لا تحرك في الارض. فين؟ في الاسماعيليه. فين؟ في السويس. طب انتوا بتتحركوا جوه البلد ليه؟ عشان ندافع عن البلد. طب ما توقف على الحدود. لا، ياخد الارض دي يقعد فيها شهر 2-3 وبعدين تحرك. تحركت وبعدين طب الارض دي اللي كانت موجوده تتقطع وتتقسم على الساده كبار الضباط. شوف بقى دلوقتي هو بيقول لك ايه، مفيش دبابه جوه البلد، مفيش، اطلع بره، اطلع على الحدود. اقف يا حب يا حبيبي بقى، اقف يا اخويا كده على الحدود. صح صح. ايه العساكر اللي عاملينه ده؟ ايه الدبابات والمدرعات والمصفحات اللي جوه البلد دي؟ تعمل ايه جوه البلد؟ قول لي بالله عليك. امال مين هيحتل البلد؟ ما على راي الشيخ سيد قطب بيقول انتوا فاكرين ان الجيش ده بيدافع عنكم؟ ده بيدافع عن الاعداء، عن العدو. هو ده العدو بتاعكم الجيش اللي واديك شايف عملوا ايه، وادي ربع اهي واللي عملوه. يا مولانا ده واحد بيحكي لي بيقول لي حتى المستشفى الميداني اللي فيها الجرحى، يعني واحد رجله مكسوره ايده مكسوره بتاع، تخيل يولعوا فيها يا مولانا، تخيل وتقول لي ده دول مسلمين بالله عليك اللي عملوا كده، اللي عملوا كده في ربعه، اللي قتلوا متعمدين. انا طبعا انا بقول لك كفار وبعلنها اهو، اذا كانوا هم مكفرنا. طب بص يا مولانا، ضربونا في ربعه موتونا ولا لا؟ حرقوا المستشفى الميداني اللي فيها الجرحى. طيب قال لك ايه؟
الإخواني امسكوا حطوا جوه السجن، وبعدين صادر فلوسه ها اغتصب مراته ها واغتصبه هو كمان ها، طب هرب وجري اجري وراه هاته، طب مش عارف اجيبه، مراته ريحانه امسكها ما تروحش. واخر حاجة بقى يعني حط مثلا لو انت قلت كل الكلام ده يطلعوا يقولوا اللي متجوزة إخواني تطلق منه، واللي متجوز إخوانية يطلقها، انتوا شعب واحنا شعب، ليكوا رب ولينا رب، طوبى لمن قتلهم. ايه ده مولانا ده؟ ايه ده؟ ده مش كلام وجدي غنيم، والله العظيم ده لو وجدي غنيم بس قال الربع ولا خمس اللي انا كان شو وجدي غنيم، وجدي غنيم اللي ارشيف مرحيته ده. هو ليه بس يا دكتور ما حدش قال على اسمه علي ويكا ده اغنيه الشعب، الشعب ما حدش قال له ده مكفرات ولا حاجه يعني. ما هو والراي مش لسه بقول لحضرتك هم صرحاء، احنا اللي ميعين، احنا اللي ميصين، احنا اللي انا مش عارف احنا بنشتغل ايه بالظبط. اجي الاقي على واحد كافر رايح يساعد اليهود ضد المسلمين، وحماس في غزه رمز العزه تتقط كسر البيوت ويموتوا الناس، ما وبعدين حنينين قوي يا اخوي، حنيه ما عندكش فكره. لما اتكلمت عن شنوده قلت هلاك راس الكفر اللي واخد اخواتنا وحاططهم في الدير، لا يا شيخ وجدي ازاي يا شيخ وجدي تقول كده، ويعني ده راجل ده احنا مجروحين لسه فيه ناقص يقول رضي الله عنه وارضاه. انا عايز مسلمه في الدنيا دكتور، يعني ده الراجل هيعالج مين تاني؟ يا سلام، يعني ياخد اخت المسلمه اللي اسلمت ويحطها في الدير ويعذب فيها، واحنا قاعدين بره نقول له رحمه الله رحمه الله سامحه الله. يا مولانا احنا هو عشان كده الله يفك حبسك يا اخ حازم يا رب، كان مسمي الخسيسي المجرم الخسيسي الكافر المرتد ده الخاين ده بيقول لك عاطفي، هيحكمكم بالعاطفه صح، واحنا شعب اهبل، شعب المصري ده شعب اهبل. ليه؟ لانه بص يعني تعمل له بس سبل له عينك كده، بس سبل له عينك كده، انتم نون عينين انتم كله، يا سلام شفت والله عنده حق، صدق اخي اثر في يا اخي، اديله على قفاه احسن عشان تفوقه حسبنا الله ونعم الوكيل. دي مصايب، الناس عايشه في مصايب والله العظيم. حكم هؤلاء في يعني الاسلام، هل هم مسلمون مش مسلمون؟ الذين ايدوا ذبح المسلمين في رابعه غير رابعه يعني. بمنتهى الوضوح هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء كفار، اللي مش هيكفرهم عقيدته عقيده الارجاء، مرجئه ولسه واحد بعت لي عقيده الارجاء كلها هو بيتكلم، والله يا اخي صبر، عقيده الارجاء زي ما قرناها في الكتب، زي ما قرناها في الفقه كده بالظبط، عقيده الارجاء. يقول لك ايه؟ طب هو مش لما احب يا اخي، انت عملت تقول لي تحب في الله وتكره في الله، ايوه إيه، طب ما انا بحب مراتي، ايه ده؟ بيقول لك احنا بنتجوز واحده من اهل الكتاب وبحبها، طب وايه اللي دخل ده في العقيده؟ مثلا انا بحب البطاطس، بحب الكوسه، انا بحب امي يا اخي، لا بقول لك ايه ده، بص حتى ربنا لما قال النبي قال له ايه؟ قال له انك لا تهدي من احببت. يعني ايه؟ يعني هو النبي كان بيحب عمه، النبي بيحب ان عمه يخش الاسلام، كان قل يا عمي قلها كلمه اشفع لك بها عند الله. ها شوف الكلام يا مولانا، انا والله العظيم في كرب لا تتخيله من عقليات المسلمين، وللاسف اللي منهم عامل نفسه شيخ واللي عامل نفسه فاهم في الدين. لحظه انت الشيخ، يعني ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ده مات كافر طبعا، دخل النار ام الجنه؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم عليه اطلاقا؟ لم يترحم عليه. لا 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 لا، من مات على كفر وعلى شرك لا يتترحم عليه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. قالوا طب اشمعنى ابراهيم استغفر لابوه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، سوف استغفر لك ربي انه كان بي حفيا، سوره مريم. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم، سوره التوبه. شوف سوره الممتحنه او الممتحنه، الاثنين صح. قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انتوا شعب واحنا شعب، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الا سيدنا ابراهيم بقى وقصته. يعني اذا لازم الكلام يبقى واضح يا اخ صابر، دول بيحاربوا الدين، بيحاربوا الاسلام.
أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحارب الإسلام، ده خدم الإسلام جدا. طيب. وقف مع النبي ودافع عنه، وبعدين لما جه يموت قاعد جنبه بقى أبو جهل، فالنبي بيقول له إيه يا عمي؟ كلهم أخوف العقيدة وأخوف الزفت. لما كفرت أنا أحمد زويل على أساس إنه واحد راح عند اليهود وكرموه وساعدهم، دي واحدة، واشتغل هناك عندهم في الجامعة، اللي طلع يقول لك إيه، وهو بقى راح قايل أحمد زويل، بيقول واحدة بتاع ده مذيعة طالعة بتقول إن أنا كنت بشتغل في إسرائيل، أنا ما اشتغلتش في إسرائيل، لا أنت رحت إسرائيل ودرست للطلبة اللي هناك وساعدتهم في الأسلحة بتاعتهم، عامل زي بالظبط إيه؟ لما أقول لك أنت يا أخي صابر أنت سارق $1,000، تقول لي لا هم 900، يعني إيه يعني؟ مش فاهم. هو أحمد زويل في المقطع الذي روجوه لم ينفي تكريمه في الكنيسة أولا. أيوة. طب بلاش، لا خلاص استنى 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 يا حبيبي استنى، إحنا غلطانين خلاص يا أخويا، ما راحش لليهود ولا راح لليهود ولا ساعد اليهود، خلاص مؤيد السيسي ولا مش مؤيد للسيسي؟ مؤيد. واللي بيؤيد السيسي مؤيد للكفر ولا لأ؟ مؤيد. وراح أهو بالنص أهو، اسمع أقول لك بالإنجليزي وهترجم لك بالعربي. Why it would be a big mistake for the US to cut aid to Egypt أو to Egypt. يعني ليه الولايات ده بعد الانقلاب، بعد السيسي ما راح يقابل أمريكا هناك وهو في أمريكا، بيقول لهم ليه أمريكا هتقطع بتقطع المساعدات؟ أكبر غطأ هتعمله أمريكا إنها تقطع المساعدات للسيسي، ده تأييد للسيسي ولا للكفر ولا لا؟ اللي عمال يقول انت واسرائيل ومش اسرائيل سابوا، انا بتكلم في قضيتين مثلا، مثلا لو القضيه الاولى، بقول مثلا انا بفترض يعني، لو القضيه الاولى انت بتقول مش حصلتش مثلا يعني، ما انها حصلت، هات يا اخويا القضيه الثانيه. ها مثلا دكتور انا سؤالي في منطقه ثانيه، وبعدين ايه الحنيه اللي في قلبك دي؟ ايه الحنيه اللي في قلبك دي يا اخويا؟ على ايه يعني؟ ما تشوف مراته لابسه ايه وتشوف بنته لابسه ايه مثلا يعني، ويقول لك اللي قدم للعلم وقدم لمش عارف لايه، هو احنا هو يعني مثلا اللي بيخدم المسلمين ابو طالب اللي انت بتتكلم عنه ده، أيوة، خدم النبي عليه السلام وقال له والله يا ابن اخويا ما حد هيحط ايده عليك طول ما انا عايش، والنبي عليه السلام هو بيموت يقول له يا عمي قلها كلمه اشفع لك بها عند الله، كلمه بس هتقول لا اله الا الله، اقول يا رب اهو، قال اهو ابو جهل اثبت اتسبق عن دين ابائك يا ابو طالب، هتموت على يخرب بقنا، اثبت يا غدع اثبت، خليك ثابت على الباطل وعلى الكفر اللي انت فيه، فيبص للنبي يا عمي قولها كلمه اثبت، يا عمي قولها كلمه اثبت، فاضت روح فمات. بيقول ايه هو ميت بقى؟ والله يا ابن اخي على النبي عليه السلام، والله يا ابن اخويا لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. انا عارف ان انت كان نفسك ان انا اقولها، وانا والله كنت عايز اقولها عشان ارضي عشان ارضيك وكل، بس لا هيقولوا شفت ابو طالب مات على ايه، شفت اثبت ابو طالب فثبت على الكفر ومات على الكفر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى ربنا، هو جهنم جهنم خلاص، اللهم خفف عنه، فجعله الله عز وجل في ضحضاح من نار، يقف على ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ده اقل حاجه، ده اقل عذاب عشان الموقف اللي وقف، لكن عذاب عذاب خلاص مش فايده يعني، ادي ابو طالب واللي عمله يا سيدي. عشان كده اللي بيترحموا على الكفره، وبرضه خليني اوضح الحته دي بعد اذنك، بعد اذنك يعني، اصل في واحد بعت لي بيقول لي طب انت كفرت الزوال، مش انا اللي كفرته، الايات والاحاديث اللي كفرته، الايات اللي انت بعتها في سوره ال عمران وفي سوره النساء وفي سوره المائده مش عايدها تاني، والاحاديث بيقول دي ما تنطبقش على زويل بس، لو انت بقى عايز تتكلم بقى شيخ واجدي بقى يعني، ده تنطبق على فلان وفلان وفلان وفلان، اوكي يا حبيبي كفرهم، ما تكفرهم، مش انت بتقول الايات دي منطبقه عليهم؟ كفرهم، ولا هو واجد غنم معاه ختم التكفير، انا اللي عايز يكفر يجي لي خد يا ابن حبيبي خد لا يا حبيبي، انت عايز بتقول الايات دي منطبق، ما هي الايات دي عندنا قاعده في التفسير بتقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سوره الليل وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، ده ابو بكر الصديق علشان كان بيطلع وقف ابو بكر الصديق وبس، لا وفي اخويا صابر وفي وجد وفي محمد وعلي واسماعيل اللي بيطلع ماله في سبيل الله يتزكى ما لاحد عنده من نعمه تجزى، هتنطبق عليه الايه، فاللي بينطبق عليه الايات كفره انت يا اخوي، ما انت مش عاجبك تكفيري خلاص كفره انت وتحملها قدام الله، انما لا احنا عايزين الشيخ واجد بس، سامع عشان الشيخ واجد مع الختم، هما بقى الناس يقول لك ايه احتمال، خلي بالك بس من الاحتمال دي، بقول لك بقول لك انا شعب عاطفي، احنا شعب عاطفي يا مولانا والله العظيم، ديانة دي اللي كانت ماشيه مع الراجل في الحرام والزانيه، ديانة بتاعت انجلترا ومسيحيه يعني كافره ومسيحيه وماشيه في الزنا
وعلنا مع الراجل وغرض في 60 ده، والله كانت ناس بتبكي عليه. ويا اخوانا دي كفره يقول لك ايه، بص طب مش احتمال وهي في العربيه قبل ما تموت تكون اسلمت؟ ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والا طب انا هقول بقى، طب مش احتمال شنوده قبل ما يموت كان قال لا اله الا الله؟ طب ما ندفنوه بقى مقابر المسلمين ونصلي على رضي الله عنه وارضاه. ايه ده الهبل والهاد والعطل. ما هو يا مولانا معلش اقول لك برضه صراحه، معلش العقيده بتاعتنا تربينا كده، تربينا على عقيده الارجاء. بص بقول لك ايه شيخ صابر، لا للتكفير. بص يا شيخ صابر انا ما كفرش حد. شيخ صابر اوعى تجيب لك متكفر على سنه. بقول لك طب ما تشيل ايات الكفر من القران. لا مش هو القران مش فيه ايات كفر وفيه كفره؟ طب انا نفسي واحد بيقول لك الشيخ واحد بيكفر طول. طب انت بتكفر مين؟ نفسي وبس عشان هطلعه له مسلم. ما انا بقول له كده ليه؟ قول لي بقى فلان كافر ليه؟ هيقول لي علشان هقول له الكلام بتاعه بقى. لا هل شققت عن قلبي؟ ما تروح تقول له زي اللي بيقول لي السيسي اقول له السيسي كافر، يقول لي طب ما لازم نروح نقول له. طب فيرست كلاس تذكرتك على حسابي درجه اولى، انزل للسيسي وقول له ها يلا خليك راجل. انا لا مش احتمال. طب اصل الاحتمال، طب ما احتمال سيدنا ابو بكر استغفر الله العظيم يا ربي بقى يكون كفر قبل ما يموت، الا ما احنا ما دام احتمال بقى. واحتمال مش عارف الكافر ده، احتمال البابا بتاع روما، احتمال. الاحكام ما تبنوش على احتمالات ولا الاحكام. الاحكام في سورة النجم ان الظن لا يغني من الحق شيئا، في حق وفي باطل. وبعدين معلش يا اخويا صابر، هو انا لما بقول على واحد عمل اعمال كفر ان ده كافر ومات على الكفر، ها انا حكمت عليه، هل انا بقى خلاص يعني في الاخره بقى ربنا لازم يدخله جهنم؟ لا، انا حكمت على واحد، الله اعلم بنيته. موضوع رابع من اياده رابع، يعني ممكن يكون مسلم عايش في خارج مصر اصلا وفرح بقتل عسكر الصليب للمسلمين في رابعة وفي غير رابعة، يعني في كل مكان في مصر يعني. ايوه او يفرح لقتل المسلمين، قتل المسلمين يعني قتل المسلمين في بورما في بتاع ده، يشوف مظاهر المسلمين هم بيقتلوا كده، ها والشيعة قاعدين يخرموا فيه ماسكين الدريل الشنيور في دماغ المسلم السني، يروح واقع يقول الله ينور الله يديم الصح، يستاهلوا. حكم الشريع، حكم اللي يعمل كده مشترك مع القاتل. القاتل كافر تبقى انت كافر زيه، وانت اللي هتاخد السيئات والمعاصي زيه، يبقى ربنا يجي حاسب. كم في ربع 6000؟ الخسيسي قتل 6000 سيسي، والمساعد بتاعه قتل 6000، وكل واحد في البيت قتل 6000. ليه؟ لانك مؤيد لقتل هم مش لقتل هي. لو كان واحد وموتوه وانت بتقول انا مؤيد لده، يبقى انت قتلت واحد. لا ده انت قاتل دول كلهم. الدليل في صلح. ما هنا عسكري او ضابط قتل واحد ضرب نار مثلا على فلان مثلا، لا واحد ايه انت قاتل ده، لكن لو قال لك كمل بتكمل وهتكمل. هو اللي عمال يعمل كده اللي فوق ده بتاع الطياره ده اللي كان عمال بيرش من فوق، بيرش هو ده قصد واحد. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود، اذا عملت الخطيئه في الارض كان حاجتين بقى، واحد حضر ياما واحد غاب. حضرتك بتقول غاب عنه. اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها يعني سوره البقره، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، شهد يعني حضر، كان من شهدها شهد الخطيئة وشهد القتل والضرب فأنكرها، لا ما شاركش والله العظيم لو حتى كان فيها موتي، لا 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 لا, لا يا رب يا رب اشهد يا رب، والله يا رب أنا ما نراضي عن كده، حرام دول شبابنا دول، لا يا رب، مع أنه شهدها فأنكرها، كان كمن غاب عنها. كان إيه؟ كمن غاب عنها. طيب خلي بالك بقى، ومن غاب عنها زي ما حضرتك بتقول بقى، واحد في امريكا، واحد في استراليا، ومن غاب عنها فرضيها، الله ينور يستاهلوا، تسلم الايادي. ده انا هقولك على موقف تاني، استنى دلوقتي موقف بقى عشان يعني تشوف النيه فيها ازاي، لكن الاول بس نكمل. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. طيب نقرا سوره ايه البروج. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تمام كده؟ طيب أنت حضرت الواقعة دي أخ صابر؟ وأنا ما حضرتهاش أنا كمان، بس إحنا قريناها فين؟ في القرآن. طب تعال على واحد بقى دلوقتي بيقول الله ينور على بتوع أصحاب الأخدود،
الذين قتلوا اللي قتلوا مش هو مش اسمهم اصحاب الاخدود اذ هم عليها قعود، ما هو قاعدين والنار قدامهم اهو. طب واللي ماتوا دول يستاهلوا يستاهل الله يستاهلوا الله ينور بتوع اصحاب الاخدود، واحنا ما حضرناش ولا انت. لو احنا قلنا كده يبقى احنا مشتركين في قتل اصحاب الاخدود. الله في الاخر يقول لي تعالى يا وجد يا مواليد 8251 انت قتلت اصحاب الاخدود. ليه مش قلت الله ينور؟ مش قلت تسلم الايادي تسلم الايادي؟ والله ده كان منظر قطع قلبي. بنتي عيني ابوها استشهد في رابعه وهي في المدرسه وجايبين الكفره السفله فوه عليكم الله ينتقم منكم يا رب الله يلعنكم لعنه شديدا، وبيذيعوا الاغنيه والبنت واقفه تعيط. تسلم الايادي اللي قتلت ابويا؟ يعني البنت لما تقف كده بابا بابا مات، وتسلم ايدي اللي موت بابا؟ ايه ده ايه ده احنا فين؟ طب يا دكتور حضرتك، يعني البعض للاسف من القنوات التي تزعم انها يعني بتاع الشرعيه، البعض اصبح يحجب اشاره رابعه، وفي مظاهرات حتى كان طلع بيان يقول لك ارفعوا علم عسكر الصليب فقط علم مصر وبلاش يعني اشاره رابعه، وبتوع الاصطفاف والالتفاف يقولون في مجالسهم الخاصه اصل رابعه دي بتاع الاخوان فبلاش رابعه. هؤلاء الذين يعني فيه قوة يقول لك فيه مثلا مش عارف حركة ايه ولا جماعة ايه ولا الشيوعيين ولا الشمامين ولا الخمرجية لن يصطفوا معنا الا اذا انتوا توقفتوا عن اشارة رابعة التي تذكر بذبح المسلمين في رابعة. اللي متضايق من اشارة رابعة دكتور، الذي لا يريد ان يرى اشارة رابعة، الذي يعمل على ازالة اشارة رابعة او تقليل ظهور اشارة رابعة، يعني قدامه مظاهرة في احدى القنوات، يعني قدامه مظاهرة فيها رابعة ومظاهرة من 25 يناير، فيروح يجيب المظاهرة بتاع 25 يناير عشان ما يجيبش بتاعته، رغم ان اعلاميا الاحدث تاخد الصورة الاحدث، يعني مع انقلاب العسكري عن تركيا ما عملش اجيب الصورة انقلاب عسكري 86 وفي انقلاب عسكري اللي حصل ده. فدول يعني ايه حكمهم في الاسلام؟ ايه الايه يعني ماذا يقول فيهم الاسلام؟ اولا ما فيش واحد منهم أضير أو ربنا ابتلاه، لا في أخوه ولا بابنه ولا بأبوه ولا مراته ولا ببنته، عشان يبقى بس واقعي. لا أنا بكلم في الناحية العقدية النفسية، هو ليه متضايق من إشارة تذكر الناس بذبح المسلمين؟ واحدة واحدة أنا بس جاي لك، أبقى دي أول حتة اهي. اتنين، رابعة دي إيه رابعة؟ رابعة دي مش معناها رابعة اللي هي الأخيرة دي اللي كان ميدان رابعة العدوية، لا، رابعة دي رمز، رمز للقهر، رمز للقتل، المجرمون الخونة الكفرة اللي قتلونا وقتلوا الاسلام وضيعوا الاسلام وقتلوا المسلمين. هم مش ضربهم في الحرس الجمهوري في الركعه الثانيه السجده الثانيه في صلاه الفجر وضربهم في النهضه، فدي ده رمز. هم بقى مش عايزين الرمز ده، الرمز اللي بيرمز لايه؟ ما هو زي الصليبيين لما يكون ماسك صليب، الصليب بتاعه بيرمز لايه؟ لقتل الاله بتاعه، الاله بتاعه اتصلب، الاله بتاعه وما قتلوه وما صلبوه. محدش قال لهم صح يشيلوا الصليب ليه؟ مثلا وده صليب يا راجل ده عيب، ده حتى ماشي يعني الاله بتاعك اتصلب عليه يا راجل انت دريه دريه يعني. ده مش المهم، ما حدش قال لهم لا ولا حد. يا حبيبي ده كان في 25 يناير بعض الاخوه قالوا لي والله يا شيخ وجدي كنا ماشيين نقول اسلاميه اقول لكم ايش دلوقتي عظمه الثوره دي انها مش بتاعه المسلمين ولا الاسلام جاب خير عشان امريكا وديك شايف الاخر عملوا ايه؟ ها مين اللي شال الليله كلها؟ الاخوان والمسلمون، يعني مش الاخوان بس يعني. زي بالظبط رابعه، هو رابعه والنهضه كان فيها اخوان بس؟ لا المسلمين، لا كان فيها اتجاهات تانية سلفيه وكان فيها جهاد ايوه فيها مسلمون الله ينور عليك بدون ذكر يعني الجماعات. طيب يبقى انت دلوقتي مؤيد للشرعيه ومؤيد للاسلام، طب مش عايز تجيب شعار اخوانك المسلمين اللي كانوا في الميادين وبنعبر عنهم بشعار رابعة، مش عايز تجيب الشعار ده ليه؟ رقم واحد. يبقى انت بتتبرأ من هذا الامر، انت دلوقتي تتبرأ. ده انا اضف الى شيء كمان معلش بعد اذنك، فين صورة فخامة الرئيس مرسي؟ ها؟ لا صح. مش بيحطوها دلوقتي، مش لو تاخد بالك ده دكتور بقى انا كنت ماسكها كده فوق وانا ماشي وانا واقف في مسجد الفاتح. ايوه في الفاتح ماسكها بايدي كده فوق وحاططها مره على صدري كده، وكانت المظاهرات لما كانت تمشي هنا في تركيا كنت اول واحد اطلع في المظاهره من قدام خالص ومعايا فخامه الرئيس، لان ده الرمز بتاعنا. فمعلش انا اقول لك قائدنا المسلم بص بقى بمنتهى الوضوح، دي قنوات لا تمثل الشرعيه، دي قنوات بتمثل نفسها، دي قنوات ولذلك انا ما بظهرش فيها ولا بطلع فيها ولا اطلع معاهم ولا تعليقات. حتى بقول لك الصراحه دعوني على افطار في صلاه في رمضان، قلت والله العظيم ما اجي عندكم ولا احضر عندكم ولا اعبركم اطلاقا يعني،
فدول للأسف مثال سيء. دول راحوا جابوا الخونة يا راجل انت، ده جابوا الخونة، ده جابوا الكلب النجس. والله ما عايز انجس المكان واقول اسمه، العم على رمة وراس على تيس، وجت تاني اللي كان بيقول الاخوان بيتجرب اعراضهم جايبينهم عشان ما انت جزاك الله خير طلعتهم جزاك الله كل خير، ربنا بارك لك يا رب، طلعتهم بالادله وجبت جايبينهم على الهواء. ومعنى على الهواء، هواء مين يا مجرم؟ واكلم مدير القناه احدى القنوات يقول لي القناه ايه، بس عايز اجيب لك كلمته، القناه لجميع الاطياف. ولكنهم يا دكتور كل من يؤيد الشرعية والرئيس مرسي يحضرون ظهوره على الشاشة. طبعا نعمل لهم حلقة بإذن الله إن شاء الله عن من يحضرون ظهوره بالضبط كده، من الناس المحترمة المسلمة، ده قائمة طويلة. افضحهم كما قال النبي سيدنا حسان، اهجهم يا حسان. نعم. طب يا دكتور أنا في سؤال تاني يا دكتور حضرتك، يعني في الوقت الذي يطالب البعض أو يقوم سرا ودون أن يعلن بحسب شعار رابعة بعدم بالتقليل من ظهوره، بمنع ظهور مظاهرات تحمل شعار رابعة، حتى صور ارشيفيه فيها شعار رابعة، نجدهم دائما يحرصون على وضع صورة المسيحي مينا دانيال. يعني لماذا يحذف هنا شعار يخلد أو يذكر المسلمين بمذبحة المسلمين على أيدي عسكر الصليب دفاعا عن الإسلام، وفي نفس الوقت اللي هو بيستحضر صورة مسيحي قتله العسكر أو قتل في مع العسكر في مزبير؟ يعني هو ليه يعني دائما المفخرة باستذكار صورة المسيحي، ودائما الضيق والنفور من ذكر ما يعني يذكره بذبح المسلمين؟ عشان نرضي اللي فوق، نرضي أمريكا فأمريكا ترضي الحكام بتوعنا اللي هم جزم في رجلين أمريكا. أنا هذكر لك قصة يعني تقول المعنى اللي حضرتك عايز تقوله. سنة 89 أي 89 كنت أنا في السجن ورشحوني، فأخذت أصوات وبقيت إيه، نجحت في نقابة التجاريين. أيوة. وبعد كده بقيت أمين عام نقابة التجاريين اسكندرية، وبعدين أمين عام شعبة المحاسبة والمراجعة على مستوى الجمهورية. طلعت وأنا في السجن بقى، وأنا في السجن خدت الأصوات وأنا في السجن. نعم. حلمي نمر، دكتور حلمي نمر، كرم مجد حسن الله. حلمي نمر بقى ده كان نقيب التجاريين، وكان أمين عام مجلس التعاون العربي اللي سمي بعد كده مجلس التآمر العربي. أظن كان الأردن والعراق وسوريا ومصر حاجة زي كده، مش كده؟ أربع دول تقريبا. أربع دول. بص بقى ده إيه، ده أمين عام ونقيب التجاري دي. قال للإخوة بقى مين اللي اسمه وجد غنين ده اللي جاب أصوات أكتر مني وهو جوه السجن؟ أنا عايز أزوره جوه السجن، أنا عايز أزوره إيه جوه السجن. بس بص 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 بقى، هو أمين مش عارف ونقيب بس مش هقدر ازوره لوحده، ده خايف بقى، ما ينفعش ازوره لوحده، شوفوا لي معاه واحد مسيحي او شيوعي، شوفوا لي معاه واحد مسيحي او شيوعي عشان ابقى رايح لمين؟ للاثنين. انت كنت فين؟ يعني رافض يزور المسلم لوحده؟ لا لا، ايه زور المسلم ايه اللي بينك وبينه؟ انما المسيحي يزوره عادي. ايه خليك حلو، انت رايح لوجد غنيم لوحده؟ ايه اللي بينك وبينه؟ لا ده انا رايح لجرجس وفانوس وحييم وبرليف واضح الموضوع. هي كده هي كده، اصبح المسلم النهارده زار حضرتك يا دكتور؟ اصبح زارني. جابوا مين، شيوعي ولا جابوا مسيحي؟ ما اعرفش والله، جابوا واحد كان شيوعي. ايوه كان شيوعي كافر يعني، كافر طبعا. حتى انا لما دخل المهم كانت ليها قصه يعني. لكن دلوقتي اصبح الاسلام زي امريكا كده، لما وقع البرجين محمد يبقى اسمه محمود يسمي نفسه مودي، ومثلا علي جودمان، جودمان يعني يهودي، لان اخر كلمه جودمان دي قال اليهودي. ايه ده، اصبح الاسلام النهارده صبه، واصبح المسلمون النهارده يعني مثلا زي ايه وجدي غنيم. بقول لك وجدي غنيم، لا 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 الا وجدي، كله لا وجدي غنيم، حتى الاقرع المجرم المتجوز مرضعه ابليس ايام الاخ مرسي، الاخ مرسي ويقولوا طب خلاص بقى اللي بره يرجعوا، يقول لهم الا وجدي غنيم الا. انا طبعا فخر ليا الحمد لله. فضلت الشيخ يعني دعنا نخص حلقة أخرى، لماذا لم تعد إلى مصر في عهد الرئيس مرسي والمجلس العسكري؟ سبحان الله، ده كان أفضل. طبعا أوكي حلقة إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خير ثم ليك، جزاك الله كل خير، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. والحلقة المقبلة بإذن الله إن شاء الله نجعلها عن أحكام القتال وقت الحرب في الإسلام، ونطبق يعني النموذج في تركيا، وانت حق طبعا يعني وشرحنا النماذج في التاريخ الإسلامي فضيلة الشيخ. فنشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، جزاك الله. كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ويعني أيضا البعض يعني من يقول أنه والله أنه معترض مثلا على فتوى أو فتاوى للشيخ وجد غنيم، فمن يراه أهلا للعلم فليخرج على التلفاز وليفتنا بالفتوى الصحيحة. يعني أنا مش عارف ويراجعني يا حبيبي، أنا مش متكبر والله، أصلا أنا بلاحظت فضيلة الشيخ
انه يقول لك انا مش عاجبني الفتوى دي. طب يا سيدي روح انت للشيخ اللي انت عارفه وطلعه على التلفزيون يقول الفتوى الصح. مش هم خايفين ليه يقول الفتوى؟ طب بلاش كده بلاش كده، انا بقولها اهو وعشان كده بقول مش مسامح، والله ما مسامح، وحسبي الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه، اللي يتكلم عني من ورايا او يشوه صورتي أو أو, او 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 ليه؟ لان حاطط رقمي على الموقع بتاعي، رقم التليفون بتاعي اللي بمشي بيه، والله ربنا اللي يعلم، رب الكعبه لغايه قبل ما بنام بحط الجوال بتاعي، وبساعات ببقى اجاوب انا خلاص ليه؟ اللي يا سيدي كلمني وكلموني على فكره يا اخي بس اقتنعوا. يعني في اخ بيتكلم كده قلت له بس خلي بالك تتكلم بادب رقم واحد، اتنين انت معترض ولا بتسال؟ معترض ما تقول لي عندك علم شرعي ولا لا عشان اجاوبك. لكن بتسال اتفضل. فقعد يتكلم بعدين قال لي والله فعلا طب جزاك الله خير، يعني انا فعلا كنت فاهم غلط. قلت له ايوه كده وكتير جدا جدا جدا. وبعدين يا دكتور احنا ما شفناش يعني شخصيه عالمه طلعت اعترضت على هذا الكلام اصلا، ده في كل انا عاوز يعني في كل الفتاوى اللي حاجه افتتها لم نجد شخصيه علميه مسلمه طلعت وقالت يعني افتت يعني في المجالس الخاصه بيقول والله احنا ما نقدرش نقول هذا الكلام. طيب انا ماليش دعوه بقى، يعني انا بقول لك اللي بيحصل. يعني انا معايا فتوى يا اخويا صابر 100 من العلماء 103 كمان 100 عالم معايا الفتوى بتاعته مكفرين محمد حسني مبارك لغلقه معبر رفح في وجه اخواننا في غزه لصالح اليهود. مجرد بس الراجل قفل المعبر ما راحش، على فكره حسني مبارك ما راحش لليهود، راح يعني في الجنازه وخلاص صلاه الجنازه بتاع عربيه يعني، انما ما ظهرهاش لا 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 ما ظهرهاش لكن يعني اهو بس مجرد انه قفل معبر رفح بقى ايه الحكم بتاعه 100 عالم مكفرينه. طيب شيل حسني حمارك وحط مين اللي قافل معبر رفح النهارده؟ الخسيسي او السيسي. طيب شيل السيسي وحط مين اللي راح لليهود يعمل كذا ومين اللي كان ها؟ يبقى يعني انا مش انا وانا مثلا غوي يعني غوي اقعد اكفر ومش اكفر، لا انا مش شايف حد بيقول غير فبقول والله موضوع 1 2 3 4 وادي الادله، اللي عايز يراجعني يتفضل. هي المشكله يا دكتور انه يجب على جميع العلماء ان يخرجوا ويعلموا الحق. قلت الكلام ده، انا نزلت بيان من حوالي سنه تقريبا، قلت يا اخواني يا اخواني العلماء يا اساتذتي يا افاضل ارجوكوا خليكوا معانا، لان مفيش حد يا مولانا لقيته بيتكلم في المواقف اللي هي، فاصبح وجد غنيم بقى يا اما هيرو وجد غنيم ده خرافه يا اما وجد غنيم ضال مش عارف مين ليه. الله طب ليه حطتوني في الموقف ده؟ هو انا مثلا لما كفرت اللي راح عند اليهود ويساعد اليهود ضد المسلمين هو كنت انا لوحدي يا اخي صابر؟ في ناس كتير جدا وافاضل وعلماء ما شاء الله عليهم ها. طب ما تطلعوا تقولوا عشان ما يبقاش وجد غنيم بس هو اللي ايه اللي في الصوره، مع ان ده شيء يشرفني انا مش زعلان ولا أيوة. ولا بقول يعني انا حد مكسوف ولا انا مش منهزم أيوة. انا مش منهزم نفسيا الحمد لله رب العالمين، انا عندي قران وعندي احاديث وعندي علم شرعي، اللي يكلمني بالعلم الشرعي احطه فوق دماغي، لكن تكلمني زي الشاب اللي طالع لي ده عمال يا راجل روح بلا بتاع، لا انت تعرف ما انت لا عارف تتوضى ولا انت فاهم دينك ولا هرد عليه ازاي ده. نشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ وجد غنيم، شكرا لله جزاك الله، وكما ايضا نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وإلى حلقات أخرى في برنامجكم الشيخ وجد غنيم والعسكر، وانتظرونا في الحلقة المقبلة عن أحكام القتال في الإسلام وقت الحرب بالتطبيق على نموذج القوات الاحتلال التي حاولت تحتل تركيا المسلمة يوم الانقلاب العسكري وإخراج تركيا من حوزة المسلمين وإدخالها لكي تكون مستعمرة لغير المسلمين. فانتظرونا مشاهدينا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.